السلام عليكم الإخوان، تحياتي لكم. واحد رمضان كريم على جميع المغاربة داخل الوطن وخارج الوطن. مهم خوتي، باش نوضح لكم واحد الحاجة. اليوم غادي نخرجوا الشارع المغربي وغادي نفرحوا جوج الناس مع الأخ فيصل أمير الفقراء. فيصل كما كتعرفوا رصيفط لي 2000 درهم، هي 2000 درهم كل واحد، غنعطوه 1000 درهم جوج الناس، يعني 1000 درهم 1000 درهم جوج الناس. غادي نفرحهم إن شاء الله، غادي نخرجوا اليوم الشارع المغربي وغادي نعطيهم 1000 درهم 1000 درهم، يعني فهمتي، يا راجل يا مرا يا مرا يا راجل. المهم اللي كان مهم هاد الحاله غادي تكون، فهمتي، غندير واحد التجربه اجتماعيه او حاله انسانيه او فهمتي، غنخرجوا غنسولوا الناس، غنضحكوا معاهم، نخلقوا معاهم شويه وكذا، هادي فهمتيني. وفي الاخر ملي غندير غنعطيو 1000 درهم ديالو، فهمتيني، جوج الناس اللي غادي نديروا معهم هادشي. المهم خليكم معنا ان شاء الله في الفيديو، وتحياتي لكم واحد واحد. السلام عليكم اخوتي المغاربه، تحياتي لكم واحد واحد. اليوم اخوتي كما قلنا لكم في الفيديو، قلت لكم اخ فيصل من ميريكان صيفط واحد المبلغ ديال 2000 درهم 40000 ريال، قال لي فرح راجل ومراه. خوتي تلاقيت بواحد الدراري ولاد الدرب عندنا، وهذه جابوني عدد السيده مسكينه اللي واصله بها العظم، مسكينه حاله كنقول لكم واصله بها العظم ديال بصح، اقسم لكم يمينا. كنتمنى هذا الفيديو اللي شافوا هاد السيده راه ديال بصح. خويا فيصل شكرا بزاف ان السيده غتسمع لها اليوم. عاودي لي القصه ديالك امي. واه ولدي ما عديتش هكا دار الوراثة، الواحد شاد براكه. انا ولدي كنخدم عاد في البحر، لما خدمت في البحر والله ولدي ما ناكل، حالتي حالة العدو. ماش غنقول لك، ماشي نقول لك شي حاجه ولدي، راه هما الدراري كيشوفوا فيا. انا خدامه ولدي عاد في البحر، حالتي ما عديش، ما نجبد ما عدي ما نوخر. راني باركه في دار الوراثة، كل واحد خاد براكه، راني والله حتى انا فيها ما كيشوفوا فيا وليداتها، راه معافيني بحال من عام وانا خدام معاه في البحر. والله ما جبت وليدي من البحر، والله ما ناكل الكراري. اش كديري في البحر دابا امي؟ اش كتجمعي؟ ما عرف هي عام خدم شويه كانت وخدم صافي هادشي اللي كتجمعي الشوك وهادشي. شحال واش كتدخلي من هادشي في النهار مثلا؟ شحال دخل وليدي دابا 400 ولا 500 ولا ما كاين والو. دابا 400 ريال كتكفيك؟ عندك شي وليدات؟ عندي ولد واحد راه مزاد الحبس. ما عندي والو وليدي، عندي الله تبارك وتعالى. ولي عندك وليد دابا، تشري لك 400 500 في النهار. كيفاش كيفاش كديري مع الفطور دابا في رمضان في المعيشه؟ حنا كنتلاوطو ولدي مع الحباب وصافي، كيجيبوا لنا الحباب في رمضان، يجيبوا لنا وصافي هادشي اللي كاين. يعني بوحدك دابا كتقاتلي في حياتك بدوك في هذا العمر، باقي كتخرج للبحر؟ قاتل في هذا العمر. شوف مسكين الله يحفظك ولدي، الله يخليك حالك. الله يعافيك. شوف مسكينه صاحبي، شوف اخوتي المغاربه، شوف واحد القضيه باش تعرفوا، الله يسمح لينا من الوالدين. معاش كتفيق امي كي كتمشي للبحر؟ مع 6 الصباح، مع 7، مع كل نهار، مع شي هرب لينا للبحر كنمشيو للبحر. 6 الصباح كتمشي دابا صايم وكتمشي للبحر؟ لا كنمشيو للبحر كنخدمو الشوك، كنخدمو ربيعه وليدي، ربيعه ما كاينش لا عبار لا والو، كنخدمو على الشويكات ولا ديك السماقه ولا اللي كان وصافي، ولا القريعات ولا الخبيز راه حدا كتشوف صافي هادشي. عاد تدور دور لهم الحكم. شوف اخوتي هاي مسكينه كريريسه ديالها، عمري كتخدم فيها، هاي قرب ده قرب ده. كنت فينا الحاله ديال السيده. اي حاجه تجمع مسكينه باش تبيعها. خبز كرام، كلشي ياك خبز. الله يلا وليدي، خبز كرام ياك. ممكن توريني راه كنشوف تشوفو الدار، اجي تشوف اخويا تبع هذا. شوفو هذاك، ها انت مسكين، اجي تشوف الحال. شوف ها انت اخوتي كتشوفوا عيني بعينيكم. ها انت مسكين، شوف راه هذيك البيه انت شوف جيبها. زيد زيد شوف زيد هذا هذا الله. شي مزيان؟ شوف مسكينه، شوف الحال. شوف راه بريريكا خوتي، شوف شوف ها براكا، ها ها غير بريريكا. شوف اجينا شوفوا. ها ها انتوا الاخوان مباشره داكشي كتشوفوا. ها هنا فين كطيحي امي؟ الله يريد هنا كنريحها. مسكينه شوف. الله يحفظكم.
الحمد لله. ها الزنق اخوتي، ها انت اخوتي، ها اللي عندكم الفلوس ما حمديش الله. شوف شوف الناس مساكن حمد الله، ورغم ذلك ورغم المعيشه رغم كل شيء مساكن. هات هات الوراثه ولي. شد لينا اخو محمد الله يحفظك. هات يا اموتي اجي عندي. وانا نسقفوا عمنا. ها اجي يا شوف. واحد السيد سميتو فيصل دعي لي مع امو، قولي الله يرحمها. وليدي الله يرحمها ويوسع عليها، الله يمتعك فرداها، والله يجعل ربي يجبر عدنا وتعطيك صحيحتك ورتك اللي بغيتي في خاطرك. الله يسهل عليك يا وليدي. انا راني كنخدم معاه في البحر شحال من عام هادي وليدي، راني عييت والله لا عييت. تفهم دارات ديني على الحباب كيجيبوا لنا الحباب. واش غنقول لك وليدي؟ ما كاين حتى حاجه في الدنيا. الله يسهل عليك والله يعطيك صحيحتك. الله لا يجيبوا لي على الحباب، هما اللي كيجيبوا لي في رمضان، يجيبوا لي التومين، يجيبوا لي كل شيء. شوف حالتي مع الوالد خاد، كل واحد خاد بيت وخلوني انا تما التي في الحاطه. والله يرضي عليك. عطيهم النمره ديالك. الله يسهل عليك. نمرة التليفون. انا نعطيهم النمره ديالك نمشي من عند محمد القاضي. هانتي المهمش، هانتي المهمش باش نحيد عليا واحد التقليد بعدا. هانتي السيد هذاك فيصل صيفط لك 20000 ريال. ماشي انا مصيفط لك المهمش، ولكن شوف انا جابوني الناس عندك. يرضي عليك اسم محمد وليد هذا كذا بحال وليد. جوج ثلاثة أربعة خمسة، هانتي هي 10000 ريال هنا. واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة. هاي 20000 ريال. وسير وليدي الله يسهل عليك. الله يسهل عليك. سي محمد الله يخرج سربيتك على خير. الله يرضي عليك. الله بو عند واحد البو ما نعاودش لك عليه. والله يرضي عليكم انت وليداتي. الله يسهل عليكم. الله يجعل ربي وليدي هون. لا جيت انا نكذب عليك وليدي، نقول لك شي حاجه انت كتشوف بعوينك كل شيء كتشوف بعيني. تشوف بعينك والله ما عطاونا ما حلال. عرفت شفت الحاله شفنا كل شيء. الله يحفظك. الله يحفظك وليدي. خوتي الغير الله يرحم لكم والدين. الله يسهل عليك. شوف السيده مسكينه اقسم لكم بالله العلي العالي. انا غنحط لكم نمره التليفون ديالها. اللي بغى يتاكد ولا شي حاجه من الحاله ديالي يجي عند مدينه جديده بالضبط في درب حاج درب خياري. درب خياري. ها الله خياري. وغنحط لكم نمره التليفون ديالها اي حاجه. كنشكر بعدا اخ فيصل اللي كيدور حب المبادره دائما كيعاون الناس. الله يعطيه صحيحته ويسهل عليه. الله يعطيه ما بغى في خاطره. وضروري ما نعاود نزورك. والله حتى الله يحمدك يا وليدي. الله يجعل ربي يزوركم الخير والربح. الله يعطيك صحيحتك والله يسهل عليك. توما تما جريت في الخير. الله يعطيكم اللي بغيتو في خواطركم. امراه محاله مسكينه في حاله الضلاج صاحبي وكتخرج في الصباح مشى للبحر تقلب مسكينه فاش ما كان خبز كارم يا قراعي اللي لقات مسكينه. انت مسكينه كتقاتل ويديها عامرين شوك اصاحبي. شوف يديها عامرين شوك. شوف الصباطه اصاحبي. شوف اخوتي شوف انت شوف الصباط اللي كتلبس مسكينه حشوبه اصاحبي. وليدي الله اش نقول لك؟ الله يهون عليك وليدي. الله يعطيك صحيحتك. الله يفرحك محمد. الله يعطيكم تدا وليدي الرضا ويسهل عليكم. الله يجعل ربي يسهل عليكم. الله يجعل ربي وليدي يحفظكم ويسهل عليكم. الله يحفظكم ويسهل. حنا محتاجين الدعاء ديالكم. الله يهون عليكم. الله يعطيكم صحيحتكم. انت فايسه وليدي. الله يجعل ربي يهون عليك ويعطيك صحيحتك ويسهل عليك. مسعار هاد الحسنات اللي كتجري فيك. الله يغير نشوفك. نقسم لك بالله غنهاون من غير نشوف الفيديو اليوم غادي نعاود نقول لي باش يعاود يزورك. الله يجعل ربي يحفظك. الله يجعل ربي يحفظك. هادي راه اخوان شاد 20000 ريال عطينا اللي عطاها مسكينه غير باش دير فهمتي ولا لا باش ديرها هاد السيمانه بعدا على الاقل هاد الليمات. اقسم لكم يمين وعد من عندي وفيصل ملي غيشوف الفيديو والله غيعاود يشوف هاد السيده ضروري ضروري لان حاله مسكينه انسانيه حاله تشفي القلوب يا خوتي. راه واص باقا في هاد اللاجه صاحبي وكتخدم صاحبي تهبط. الله يحفظك وليدي. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يجعل ربي يحفظك وليدي. الله يجعل ربي يحفظك. الله يجعل ربي يحفظك. الله يرضي عليك يا محمد. الله يرضي عليك وليدي. الله يرضي عليك. عبري ريكا مسكينه. شوف عبري ريكا اخوتي مسكينه قريريسه ديالها. المهم شي وري رجلك باش يعرفوا الناس ملي كتخدمي في البحر. شوف مسكينه. شوف لا وليدي كنخدم معاها في البحر حالتنا وليدي انت كنا مضربين في البحر. واش فهاد اللاج عباد الله فهاد اللاج مسكينه وتخدم في البحر حشومه صح. سير وليدي الله يعطيك ما بغيتها بخاطرك وهو الله يسهل عليك. اللهم امين. الله يعطيك اللي بغيتها بدريتها وكيزرعها بالخير. الدراري كاملين هنا. الدري كيزرع بالخير. شد لي الدري هو مسكين دار المحامي جمع من دار المحامي. الله يهون عليك. اللهم امين امي. الله يرضي عليك. الله يرضي عليك. الله يلا ولادي كاملين وهذا دخل لي القلب ديالي انا بغيت ليه. الله يرحم لك ويعلي درجتك. الله يحفظك. الله يحفظك. سير
كنصور فيكم اخوت. لا احنا كنصوروا في السوق اصلا. خوتي كما كتسمعوا خوتي المغاربه، هذا السيد راه حنا جينا عندو اختاريناه واختاروه الناس وعرفوا، قال لك مسكين الحاله ليزا فيه، حاله يعني واصله بين العظم، كيبات في الزنقه العباد. كان قال لك كان عنده شي محل هنا جرو عليه موالي الملك، راه دابا كيبات في الزنقه مسكين كيدبر على الفطيره في الزنقه والعباد وكيتعاونوا مع الناس وصافي. المهم خوتي خليكم تشوفوا الحاله ديالو. السلام عليكم الاخوان. السلام. المهم خوتي هذا هو السيد اللي اختاروه الناس، قال لك مسكين كان حساس هنا، كان عندك محل ياك؟ كان عندي، خرجوني منه البوليس. خرجوا منه البوليس لعبة. كان عنده واحد المحل مسكين، كنتش كدير في هذا المحل؟ تعساس عليهم هذا مبارك فيه، هو بارك بارك هذا الريدو وعساس عليه. عقبوا جابوا لي ثلاثة العيالات وثلاثة الرجالة، خرجوني الصحة، ما بغيتش نخرج، عيطوا لي على البوليس خرجني منه. فهمت؟ خرجوك منه؟ خرجوني من هذا الريدو ولاحوني للزنقة. دابا راه من 4 في شهر 9 خرجت منه، راه بارك للزنقة دروك عاطيني واحد السيد بارك الله. دابا انت مريح في الزنقه منك الله، من الله. وكي كدير مع الشا والبرد وكا يدخلني واحد الدري كان داير تعدد لهنا، كيدخلني كان صدرك تتحيد حتى ورجع لبلاصتي. الله يعمر شاهدوا الناس كاملين كي شاهدوا، قالوا هذا السيد الله يعمر دار مسكين وواصل، راه باينه لك وجهك عمي ماشي شي انسان. احكي للناس، قول لي شنو المعاناه ديالك، المشاكل ديالك في الزنقه، كيفاش كتحس؟ كنحس بالنقص انا في حياتي كاع، كنحس بالنقص صراحه كنقولوا. دابا الفطور منين كتجيبو؟ الفطور كيعطيو ليا الناس لهنا، هما اللي كيعطيوني كيدوروا معايا. هو مقاشطي على الفطور. دابا هذا هو الفطور ديالك؟ هذا هو الفطور. سرديل مع الخبز. ثلاثة السرديلات وخبزة مسكين، شوف. ثلاثة السرديلات وخبزة. دابا هادو هما اللي غتفطر بهم. ياك. هذه حرف دابا خدمت مع عندها خدام ما والو مسكين. والو عساس، أنا كنضل نتلاوط مع الطوموبيلات وصافي، واحد يعطيك واحد يقول لك بس إذا كاين، ونضلوا الخبيز يعاونونا تا هما الجيران كيعطيونا من ياكلوا صافي هادشي اللي كاين. هذه الحال كنتصور هذيك السيدة ما بقاش كيسمح لي، فهمتي؟ راه وي راه شوف كيبان مسكين، واحد اللاج في هذا اللاج مسكين، ما يقدرش يخدم، ما يقدر زعما نقدر تخدم مسكين ما والو. لا عاد العساس قلنا راه ندورو فيها. حسيت بيه مسكين، عرفتي حق الله العظيم حسيت بيه مسكين، الداخل ديالو حابس شي حاجة الداخل باغي يقولها. والله العظيم الله يعطيك، الله العظيم اسمع، الله يحفظك، الله يجعل ربي، ربي كبير، شوف ربي كبير، الله كيف شوف ربي اللي ترزق، إن الله يرزقكما مثل ما يرزق الطير في السماء. الحمد لله. واحد السيد عايش في أمريكا سميتو فيصل، ملقب بأمير فقراء، تيدير هاد المبادرة دائما ماشي في رمضان، تيعاون الناس، فهمتيني، تيفرح الناس، كيقول لي قال لي خرج الشارع المغربي ودير معاهم واحد ميكرو تروطوار، سول الناس المعاناة ديالهم كذا. الله يعطيه الخير، الله يجعل ربي يستر ويحفظه، الله يحفظه. ودابا كيفاش كتقول تسولك دابا؟ بغيت نسولك دابا مثلا بالنسبة للدوش في الحمام، فين كتعوم، فين كتعوم الحوايج، فين كتحطهم، اش كدير؟ ما كاينش شي باش تمشي للحمام، كنمشي للبلاد، كندير الحمام في البلاد صافي، هنا ما عمرني دخلت الحمام. والو ما كتبقاش باش لا. ودابا بعد مرات كدوز في الزنقة كتشهى شي حاجة. المهم ما كتسيبش باش تفيد، راه كتصبر وتزيد مع الطريق. ياك شنو وليتي دابا دار 8 سنين دابا لهنا، من 2014 لا خلاص لا والو، جابني الطاشرون الوقت اللي بغى يحولني الطاشرون، نقص لي دوك الناس قال لك بقى معانا حنا داكشي اللي دايروا الطاشرون ديروه، فهمت؟ بقيت معاهم لهنايا، ملي جمعوا خدمتهم وكلشي جاو بغاو يصالحوا. خوتي راكم شتو واحد كنبان بعدا في الفيديو، شوف كنبان كنبان ياك دابا باين صافي. صافي خلي الفيديو دير، خلي الفيديو دير، غنخطر.
المهم خوتي المغاربه راكم شفتوا هذا الصداع ديال الماطر والطوموبيلات وداكشي، راه طلبنا واحد السيد مسكين كيصاوب هادشي ديال المضارب والسدادر وداكشي، طلبنا باش نديروا الفيديو باش تسمعوا السيد مزيان على الصوت ديالو باش يتخرج لكم، لان السيد مسكين واصله بين العظم. تخيلوا معايا مسكين كاين اللي كيفطر كروفيت رويال، كاين اللي كيفطر انواع الاسماك انواع الماكولات انواع، شو مسكين ثلاثه الحوتات ها ثلاثه سرديلات وخبيزه، ها هو الفطور ديالو. شوف اخويا، شوف اخويا الا عندك قصوره وعندك فيلات وعندك بيسينات وما حمدش الله، شو السيد مسكين وكيعيش في الزنقه، شو الحاله ديالو كي يديرها مسكين. هضر اخويا وقول لي ما بعرف شنو عندك. دابا انا سيدي راه عسيت هنايا، دابا الوقت اللي جيت عسيت لهنايا جابني 12 والوقت اللي كمل 12 قال لي تحول معايا المرجان، نقصوا لي هاد الجوج اللي كانوا مقابلين هاد المشروع لهنا، قال لي وقع معانا داك الشيء اللي داير لك 12 نديروه لك. قلت لهم صافي الا بغيتوني، قال لي واحد 3 شهور ولا 4 نصاوبوا لك وريقات ونخلصوك، وهذيك الساعه راه بغيتي تبقى معنا بقى وبغيتي تمشي بحالك سير. قلت لهم واخا، بقيت خدام معاهم هاد العام الجاي دابا وصلت من 2014 وانا باقي هنا. ملي جيت بغيت بغيت نتخلص قالوا لي ودي هاد الناس، قالوا لي راه حنا باقي حنا ما خايلين والو اش غنعطيو. قلت لهم خلصوني واش غنضيع حياتي يا سيدي، انتم غترجعوا لحوانتكم انا علاش غنرجع؟ رجع البرد جات دخل 12 قال لي ودي انت، قال لي ما عندكش حق تحبسهم فهمت؟ قال لي ودي ما عندكش حق تحبسهم. قلت لي انا ما بغيتش نحبسهم غادي نخرج، قال لي البوليس خاصك تخرج. قلت لي بدي غنخرج بعد غنخرج، شكون اللي غادي يخلصني بهذا الشيء؟ قال لي سير دير القانون. قلت لي القانون ودي راني درت، راني درت شكايات في العماله في هذه في البلديه على السبيكتور ترافاي، راه ما كاينش اللي شد ليا بيدي البلاصه اللي مشيت لها كيلوحوني كيضربهم. جيت الريدوات انا بحال حدا دايرين علامه تما والصلاه والنبي. دابا جرو عليك الشارع، دابا جرو عليا، جابوا لي 3 عيالات وثلاثه الرجال، قال لي تخرج ما بغيتش نخرج. عقبوا عيطوا لي على البوليس قال لي تخرج. قلت لي علاش غنخرج؟ راني ضارب من 2014 وانا عساس هنا، فين غنخرج؟ فين غتلوحني؟ قال لي بغيتي تخرج وحده، بغيتي تربح 6 شهور تاع الحبس، ما عندكش حق تبرك لي بالحانوت ديالهم. قلت لي الحانوت ديالهم راه عاطينو ليا، راني كنت مقابل لي مشروع هنا ماشي عبارك خاوي، راه قابل لي مشروع. ملي طلعوا الخدمه ديالتهم شيلوا بيا انا الشانطي محشوماش ودابا ملي كانت عندك بك الخدمه وكنتي حاد وزينك وسلعتك لان كنت مزيان تعزيز عليك. بغيتي تقول لي يا عمي كنتي راس وليتي رجلين الله يرحم الوالدين. دابا انت وليتي في الشارع، دابا ولاو الناس مساكن يعطفوا عليك، هما اللي باش كيفطروا، هما اللي باش يفطروني، هما اللي كيدوروا معايا الصراحه مزيان. ودابا فين كتسكن دابا حاليا؟ انت كنسكن في الزنقه، كيعطيني واحد السيد لهنايا نوبه كنمشي نعس عنده وصافي. مره كان دابا مره بحال الشتا والبرد، دابا كي كدير في الشتا والبرد؟ في الشتا والبرد كنجي لهنا على الدراري هادو اللي خدامين، كنبرك معاهم لهنا بالليل، كنمشي نطرز بالليل، كنمشي على ذاك السيد كان بايت عنده فهمتي، اللي كان بايت عنده عاطيني واحد المحيط في الدار. ودابا صاحبي يعني فهاد اللاج صاحبي ما يقدرش مسكين يخدم وجارين عليه وبات في الزنقه، كان عساس كان راس ولا رجلين. شوف الدنيا راه دواره، الدنيا دواره. المهم لا مابقاوش يعطيو القايمه، دابا ما تلاوش عارفين راك عساس ولا معساس، كتجي كتقول لي وتدور معايا راه انسان راه مضرور كذا كذا كذا، كيقول لك وما عندناش وسير تساين ثلاث سيمانه اخرى، السيمانه ما كاينش يبقى يراقبك. دابا انا راه 24 ريدو الناس كتشوفك شي نظره خايبه، دابا خايبه كيبغيوش يعطوك، يشوفك دابا الجيلي كيقولوا هذا عساس نصاب كذا، ما عارفينش هما القصه ديالك انك تبات في الزنقه وانك كنتي خدام وجراو عليك، ودابا حالتك مسكين حاله يرثى لها. يرثى لها ياك ودابا كدور هنا كيعطوك الناس الفطور، دابا خبيزه وشويه الحوت هذا باش غتفطر دابا، وهذه غتقنعك دابا مقنعان ياك والله الا مقنعان، رغم ذلك مقنعاك. واش غندير اخويا؟ نمشي نسرق صافي هادي مقانع الله يصور. الله يحفظك ابو عبد الله، مريت في العين ديالك ابو عبد الله، مالك مسكين؟ مريت في العين ديالك ابو عبد الله، مالك مسكين؟ الله يلا مسكين، حق الله العظيم الدراري والله، شو عشا عيني مسكين غرغر وغرغر ليتين عينه، حق الله. ايه والله حسن العور ما كرهش، حق الله العظيم صاحبي، راجل بحال هذا العمر خاصو شي خدمه صاحبي. كرهتوني هاد الناس عيتهم والله كذبوا اودي لا حول ولا سكوينه ولا شي حاجه، والله العظيم الا كرفسوني كنبيت وافي الخلا مكرفسين صافي. وعندك شي نمره تليفون؟ عندي اخويا. قول نمره التليفون ديالك. 06 قول بجد 06 99 92 66 19 عاود قول بجد 06 99
92 66 19 عاود الثالثه صافي 06 99 92 66 19. دابا بغيت نسولك ابو عبد الله خويا، دابا انت ثلاثه تسريديلات خويزه غادي تشوف كاين دابا كيبان لي الجو خيب وكذا وغتريح في الزنقه وتفطر هذاك الفطور قدام ولفتي دابا البرد اش غدير ولا عمي غنمشي تلاحيت الزنقه حسيت براسك حسيت الزنقه راه حسيت انا بغيت نضرت في هذا البوليزيك نهار اللي ما عندكمش حق تخرجوني من الدريه لان راك مقابل مشروع ماشي بارك عاه هكاك خلا ولا شي حاجه حقك عند الله اه قال لي ودي ما بغيتيش تخرج تربح 6 شهور قلت لي علاش غتربح 6 شهور قال لي كتسمى مانع من الحانوت ديالهم قلت لي واخا ونتلاح انا لهي الزنقه البيت في الخلا محشومه وانا مقابل لي مشروع ملي كان هادشي ما كيلعدو لا سقاط لا والو كان مزيان يعني ملي كنتي بصحتك وكنتي كتخدم على داكشي كانوا محتاجين لك كان محتاجين لي ملي سالو منك لاحو ملي سالاو جا للجو هذاك الشيء لاحو قال لك لاح بقى وما عاد عندو حق بوري تخرجني انا من المشروع دابا شوف قانون كيدير ليه لي فهمتي دابا انت حقك على من حق الناس اللي خرجوكم الناس اللي خرجوكم من هذا المشروع خرجوك وجروا عليك ودابا كتبات الزنقه وتفطر في الزنقه وهاد الله شحال عندك نعاودها طارح 63 63 عام 63 عام دابا مسكين وفي الزنقه وما عندك شي وليدات عندي خمسه ود انت خمسه مساكنتي وليدات كلشي باقي نقراو كلهم باقي نقراو العروبيه هما في العروبيه لا هما في العروبيه ولكن الدريه هنا الدريه اللي عندها الازازه كتقرا فيها فهمت الدريه اللي عندها الازازه كتقاتل دابا باش توفر لهم ساكن التغطيه الصحيه التغطيه الصحيه ما عندكش تغطيه صحيه لا عندي عندك يلا درتها يلا طلعنا يوم يلا صوب ديال الله ديال الله يلا دابا كتقاتل بوحدك في الحياه وصافي وهذوك الوليدات حتى مقاتل معاهم انا اللي مقاتل معاك تصور ديك 3000 4000 حتى الخمسه كاع كدير تصرف عليهم سيمانه شهر سيمانه 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 شو مسكينه خمسه الوليدات 5000 ريال سيمانه اش غدير ليه هو كيسمع حقه ما واكلش ما شاربش وكيدير لوليداتو الحمام كيمشيش ليه لا كنمشي للدار هنا تمشي للبلاد عندك والو ما كاينش ولاد وعائله هاد الناس مساكن الجيران هما اللي تيعاونوا تعاونوا معنا دابا خويا السيمو العيد ما كانش عندي الفلوس ما نمشيش للبلاد العيد كبير ما نمشيش عندي ان شاء الله يا رب المهم خوتي المغاربه راكم شتوا بعينيكم هاد السيد بو عبد الله اللي واصله بيديه حتى العظم فهمتيني لا لا راه اقسم لكم يمينا هاد الامانه اللي مصيفط لي الاخ فيصل راه ما غاديش تكفيه راه كنقول لكم راه ما غاديش تكفيه واحد السيد سميتو فيصل امير الفقراء عايش ميريكان ياك صيفط لي 40000 ريال قال لي يا خويا غتفرح راجل ومراه لا حول المره الاولى راه دوزنا لها فيديو دابا انت يا حال الحاله الثانيه فهمتيني ولا لا هانت قدام الناس اخوتي باش تحيد لي التقليد حتى انا الفيديو باش تشوفوا الله اللي خلصك واحد جوج ثلاثه السلام عليكم اربعه خمسه شحال هنا عمي حسبها حسب هذيك الفلوس ديالك هذا راه رزقك سيطر لك الله عز وجل شحال تما 10000 عاود حسب هادي خلي دير هذيك في جيبك دير في جيبك ديالك هادي عاود حسب هادي شحال تما هي شحال المجموع 20 دائما 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 ودائما هذاك السيد فيصل الله يوكلهم ليه في الجنه الله يجعل ربيع خطواتك عشرة من الله تبارك وتعالى الله يوكلهم لك في الجنة حتى هو السبب اخواتي الله يعطيك الخير ومني الله يحفظك سير الله يحفظك سير الله يحفظك صحتك وراحتك شوف سير اليوم بعدا شوف سير الحمام اليوم كلشي اللي بغيتي تشاهيتي وراه ان شاء الله الاخ فيصل ملي غيشوف الفيديو عاوتاني وداك الشيء المغاربه تما ملي غيشوفوا داك الفيديو غادي يرجعوا عندك يفرحوك ولعبات فهمتيني الله يحفظك الله يحفظك غادي يرجعوا عندك ان شاء الله ويفرحوك ونمرتك راه باغي يشوفوا الناس ويتعاونوا معاك راه حنا نديروا هذه الحاله باش الناس علاش كنديروا فيديو باش يشوفوا سمعوا لك يطنطوا ليك باش يحسوا بك باش يعيشوا بالمعاناه اللي كتحس بها دقيقه الله يحفظكم الله يحفظكم باش نكمل فهمتيني باش يحسوا بك يعيشوا معاك هذاك الشيء اللي كتحس به كتحس انا حسيت بكم مسكين طاحت لك الدمعه وعينيك بكيت يا صاحبي 20000 ريال ما غادي ليه والو اخوتي 20 راه والو مسكين غير دار وليداته ويعوم بها رمضان تابعو كينعس في الزنقه ياكل هنا والبرد فيه الشتا فيه حنوا في هذا السيد الله يرحم لكم والدين مغاربه راكم حنان داخل الوطن وخارج الوطن اللي شاف السيد وشاف النمره ديالو تعاون معاه اخ فيصل كنشكرك بزاف اخويا
فيصل امير فقراء كنشكروك بزاف لانك وقفتي وكدير المبادره وكدير مسابقات برنامج دائما يوميا ماشي فرم دار كيديروا دائما الله يعطيه الخير. فهمتيني الام ديالو توفات مسكين وكيقول لي بغيت غير يدعي لي مع الام ديالي وكلشي يدعي لي مع الام ديالو فهمتيني دخلها للجنه الله يجعل ربي هاد الادريه اللي تيكونوا لها روايح الجنه. وشي رساله اخيره للمغاربه شنو بغيتي تقول لهم انت؟ وانا بغيت نقول لهم داكشي ديال الله اش غنقول لهم انايا الله يجعل ربي اللي عاوننا على الدراري الله يجعل ربي يعاونو في الدنيا وفي الاخره الله يعطيه شي تريكه هاد الحاله الله يعطيه النجاح الله يجعل ربي يستر كما تسترت لسان بين سنان يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي هاد الخلق هو الله يعطيه شي تريكه ديال الحاله الله يعطيه شي تريكه ديال الحاله الله يعمر الله يحفظك الله يجعل ربي يستر الله يجعل ربي يعاونك اخوان الله يحفظك سير عمي بصحتك الله يعطيك الصحه. المهم خوتي كما كتشوفوا معايا هنا الفيديو غيسالي هادوك جوج حالات تشوفهم بعينيكم هو كيأذن علينا وغادي نبقى لنا شادين طريق باش نمشيو لديورنا. كنتمنى ان شاء الله المغاربه يشوفوا الفيديو يبارطاجيوه ويحسوا بالفقراء كما كتشوفوا على قوت الاكبر وهذه راه روضه فهمتيني هي روضه. كنتمنى ان شاء الله خويا الله يرحم جميع المسلمين اجمعين في هذا النهار الله يرحمهم ويجمع يرحم جميع المسلمين اجمعين. انا بعد تلفت والله ما كذب عليكم من شفت هذيك الحاله ضرني خاطري ما قدرتش نكمل شي حوايج وصافي. المهم تحياتي لكم خوتي والله يعاونكم والسلام عليكم.